السلام عليكم ورحمة الله. ده باب الشقة، ده نموذج لشقة السيراميك خالص على المحارة. ده كده الريسبشن، ده المطبخ. طبعا الفكرة هنا ان احنا عاملين المطبخ لون واحد. برضو الفكرة بتاعته مش وحشة لما يكون مطبخك كله لون واحد، على حسب برضو نظام الالموتال بيدخل الوان تانية معانا. طبعا لسه الجبس ما اتعملش. في عندنا هنا اتنين حمام، طبعا لسه الجبس برضو ما اتعملش. ده حمام تاني صغير. دي أوضة النوم الرئيسية، المساحة معقولة في حدود 3.5 في 5. دي الغرفة التانية في حدود 3.5 في 3. لسه الجبس متعملش. في بلكونة جيب. دي الأوضة التالتة في حدود 3 في 3. دي البلكونة.